ذاتي في الخضر والفاكهه. دي مزرعه جديده مع الوزير بالظبط على مين فدان في الطور، واحنا رايحين لها ان شاء الله كمان شويه، فيها تقنيه تحليه مياه متقدمه جدا. وزاره البحث العلمي هي اللي هتنشئها، دي مشروع بيمول من اكاديميه البحث العلمي طبعا، لان هو مشروع يعتبر مشروع قومي في محافظه جنوب سيناء، وبتكلفه توصل ل 10 مليون جنيه. اكاديميه البحث العلمي ليها رساله، الرسالة اللي هي نشر الثقافة العلمية والسياحة العلمية، دي أنا بركز عليها جدا في طلبة المدارس، إنها تيجي تشوف يعني إيه استزراع سمك، تيجي تشوف يعني إيه زراعة عضوية، تيجي تشوف يعني إيه طاقة رياح، تشوفها قدامها. دي مهمة جدا حقيقة. في بعض الأماكن الأخرى إحنا بيكون في علوم البحار مثلا أكواريوم، زي في محافظة اسكندرية كان فيها معدل الزيارات في العيد اللي فات للأكواريوم هناك كان معدل كويس جدا، وإحنا هنقوم بإذن الله في الشهر الحالي بافتتاحات جديدة في المجال ده في محافظة اسكندرية إن شاء الله خلال أسابيع قليلة. إحنا وفرنا 100 فدان لعمل مزرعة إنتاجية استرشادية في محافظة جنوب سيناء، هنطبق فيها الكلام اللي عمله مركز القومي للبحوث، هناخد أفكار القائمين على العمل هنا، المهندس ايمن اللي موجود قائم على هذا العمل على هذه المزرعه، ده قطاع خاص لازم نستفيد منه ونستفيد منه في هذا الاتجاه. فالاتفاق مع معالي الوزير انه هناك احد الدكاتره هيجي هيزورنا، الدكتور صالحين هيجي هيقعد معانا، هيقعد مع المهندس ايمن ويبتدي يشتغل في المزرعه ال 100 فدان اللي هي الانتاجيه الاستشهاديه. هنطبق اتلبس المناديل من العربيه. ده حضرتك معمول يد ولحد ما نعمل كله المكة. عضوي عضوي كله بدون كيماوي بدون اي حاجه، بدون اي حاجات اسمها عضوي حضرتك.